رفع الأثقال بيساعد بحرق الدهون. في عندك طريقتين برفع الأثقال، في بنات بيفوتوا بالنسبة لحرق الدهون على أساس بطريقة البودي بيلدينج، وهذا غلط، هذا بيزيد السلولايت وبيزيد الدهون على حساب أنه البنت بها إستروجين ما فيها تستوستيرون، أو تفوت للجيم على حساب أنه هي تحرق العضلة أثناء الحركة، وما تأخذ التمرين على طريقة البودي بيلدينج، تأخذ التمرين على طريقة كروسفيت، على أنه تنشط العضلة حتى الشعور بالاحتراق وارتفاع حمض اللاكتيك، وهذا يخلي العضلة تصير احتراق وتشد تصير صلبة. إذن هذا اللي احنا نبغاه، هذا اللي المفروض يسويه البنت. إيش التكنيك حقه ده؟ تكرار حتى التعب حتى الشعور بالاحتراق، لما يصير البنت تحس بالاحتراق تزيد أكثر، لأنه هسه بلش حرق الدهون أو تكسير النسيج الدهني. وشرط أن تكون الأوزان عالية؟ No, لا ما بيصير. إذا رفعنا أوزان هنا ما راح يصير تكرارات تتعدى 10 أو 12. لهذا السبب أنا أريد أكثر من 20 أو 25 تكرار في الجلسة الواحدة؟ في التكرار الواحد بدون راحة مع الانتقال لتمرين ثاني. كم وقت لازم؟ بمجموعة تمرين مثلا الأبر بودي ما يأخذ أكثر من 20 دقيقة، لأنه التمرين للبنت لازم يكون 40% رفع أثقال اللي هي التمارين، و60% إلى 80% كارديو.